كشف مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي عن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار في نهاية مايو 2024. وأشار المصدر إلى تسجيل صافي الاحتياطات الأجنبية لدى المركزي أعلى المستويات على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، وأوضح أن الأرصدة الحالية الاحتياطي يمكنها تغطية نحو 8 أشهر من قيمة الواردات السلعية للدولة، بما يزيد احتياجات البلاد أو يكفي احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المعايير المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة. أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير العمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير القطاع الصناعي لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر قلعة صناعية كبيرة. جاء ذلك خلال استقبال الوزير رئيس وأعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، حيث تم التأكد على أن سرعة إصدار التراخيص الصناعية لعدد من المستثمرين خلال زيارة الوزير الماضية لهيئة التنمية الصناعية كان له مردود إيجابي كبير من جموع المستثمرين الصناعيين. أكد وزير البترول كريم بدوي أكد أهمية زيادة التعاون والجهود المشتركة بين قطاع البترول وشركة باتش الأمريكية في ضوء ما يوليه قطاع البترول من أهمية لزيادة معدلات الإنتاج. جاء ذلك خلال جلسة مباحثات ثنائية عقدها الوزير مع جون كريسمان الرئيس التنفيذي للشركة والوفد المرافق له بمدينة العالمين الجديدة، حيث شهد اللقاء استعراض وتبادل الرؤى بشأن خطط زيادة الإنتاج من البترول والغاز من مناطق امتياز الشركة صحراء مصر الغربية وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف. انخفضت أسعار النفط في وقت يترقب فيه المستثمرون مزيداً من المؤشرات على احتمال بدء الولايات المتحدة خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، وتراجعت العقود الأجل لخام برنت 45 سنتاً أو 0.5% إلى 82.18 دولار للبرميل، في حين نزلت العقود الأجل لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتاً إلى 79.62 دولار للبرميل.